نروح لمباراة مصر والسنغال، يعني طبعا مباراة فاصلة، حلم طبعا ان احنا نتأهل للمونديال مرة تانية. قولي لو رحنا للمباراة دي واتكلمنا عن مباراة مصر والسنغال، طبعا مستر كارلوس كيروش اعلن عن قائمة مصر والسنغال، شايف القائمة ازاي وشايف اللعيبة الموجودين وتعليقك عليهم؟ هو طبعا القائمة ما فيهاش اختلاف طبعا الا لعيب او اتنين بس في المجموعة اللي كانت موجودة مع المرحلة اللي فاتت. انا اللي مستغربه بس حاجة ان هو طلع محمد شريف مهاجم، وانت عندك ماتش على ملعبك، فاكيد الماتش على ملعبك عايز تكسبه، فهو طلع محمد شريف وضم نبيل عماد دونجا وياسر ابراهيم تقريبا، ضمه مدافع بدل حجازي، وضم يعني نبيل وسط ملعب مكان محمد شريف. فده اللي بالنسبه لي علامه استفهام شويه، لكن ممكن وجود نبيل بس مش هيبقى على حساب محمد شريف، يعني محمد شريف مهاجم، فاحنا محتاجين على ارضنا اللي احنا هنكسب. طيب خليني اسالك، يعني احنا لو اتكلمنا عن اسامي الزمالك السداسي اللي كان موجود في طبعا في كاس الامم الافريقيه، هو نفس السداسي اللي اختاره برضو عشان ينضم للمنتخب برضو في ماتش مصر والسنغال، شفت ان في اسامي كانت محتاجه تضاف للقائمه ولا شايف ان القائمه كده لا، شايف تمام؟ ان القائمه هي كده بس، يمكن ما فيش حد كان مميز في الدوري الفتره اللي فاتت الا هم المجموعه برضو اللي كانوا متالقين، كل واحد متالق في فرقته، هو بس محمد شريف لاني بصراحه كان ماشي كويس في فرقته برضو، لكن ما فيش حد كان مميز خالص في الدوري مختلف اللي هو ممكن نقول عليه. ما فيش حتى اسم يعني حتى بره يعني الزمالك والاهلي، شايف ان في اسم مثلا كان ممكن لا، يضاف؟ ما فيش حد ممكن يكون ابراهيم عادل مثلا. لا، ما ابراهيم عادل مش، لكن في مكانه بتبص في بديله مين او موجودين مكانهم مين، فبتكلم على زيزو بشكل ماشي كويس جدا، فبتكلم على مرموش، بتكلم على تريزيجيه، ما هم دول الناس اللي مكانه، فما اظنش اللي هو ممكن يبقى موجود على الناس دي يعني. طب يعني خلينا نتكلم، انت كنت بتقول ان ما فيش حد ماشي في الدوري بشكل ممتاز او بشكل مميز، طب شايف انه اللعيبه اللي تألقت في كاس الامم الافريقيه احنا شايفين كلنا ان المستوى من ساعه ما رجعوا والمستوى مش هو نفس المستوى اللي هو بالظبط. نفس الاداء، شايف ممكن الاداء يختلف تاني في ماتشين السنغال ولا هنشوف نفس الاداء اللي شفناه الفتره اللي لا فاتت دي؟ طبعا هيبقى مختلف لان انت بتلعب على كاس عالم، فلو ما طلعتش كل اللي عندك في ماتشين زي دول هتطلعهم امتى؟ ده حلم كل واحد فيهم المفروض قبل ما يكون حلم مصر كلها، فلازم طبعا تطلع كل اللي عندك، فاكيد هيبقى مختلفين خالص وحساباتهم هتبقى مختلفه خالص مع المجموعه ومع المدير الفني، فاكيد كل لعيب هيطلع كل اللي عنده، خاصه اللي انت لازم تاخدها جوله جوله، فلازم تركز في الجوله الاولى يعني يعني. كنا بنقول ان ربنا يكون في عون مستر كارلوس كيروش على المستويات طبعا اللعيبه اللي كانوا متالقين معايا في كاس الامم الافريقيه، ودلوقتي مستوياتهم مختلفه تماما يعني عن لما كانوا معايا في كاس الامم الافريقيه.